تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نصبح عليكم بصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعينا، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعينا الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة لأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا أرحب بالأخت آمنة العلي، بتكون معنا إن شاء الله اليوم في تقديم الحلقة. صباح الخير آمنة. صباح النور أخوي عبد الله، وصباح السعادة والأجواء الوطنية الرائعة. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والنور والعافية. وأنا محدثكم عبد الله جمعة، ومن خلال هذا البرنامج مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما مثل ما عودناكم من التذكير بالإجراءات والاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا دائما على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وطبعا عودناكم دائما بأن هناك أخبار محلية وعالمية، واليوم أول خبر تحت عنوان اضطراب في النوم قد يكون السبب في المعاناة من صرير الأسنان، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي وصفحات أخرى ذات العلاقة. أما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم، الخدمات اللي يقدمها مركز الخوانيج لتقييم الحالات الإيجابية لكوفيد-19، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم الاضطراب ثنائي القطب. أما فقرة التغذية تحت عنوان طرق الشواء الصحية. وآخر فقرة لفقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأفاضل فقرة صحة الطفل، الطفل وأنيميا ونقص الحديد. هاي كلها فقرات برنامجنا هذا اليوم. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأفاضل على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا نروح مرة ثانية، نرجع لفقرة الأخبار وبنشوف شو عندها الأخت آمنة العلي اليوم. وطبعا أخوي عبد الله، خبر اليوم يقول أن اضطراب النوم قد يكون السبب في المعاناة من صرير الأسنان. وطبعا يواجه الكثير مشكلة صرير الأسنان أثناء النوم، واللي يمكن المجتمع العلمي من تحديد أسبابها بالكامل، إلا أن يقال بأنها نتيجة مزيج من العوامل الجسدية والنفسية والوراثية. وأوضحت مؤسسة مايو كلينيك أن صرير الأسنان هو حالة تنطوي على طحن أسنانك أو صريرها دون وعي، سواء عند اليقظة أو أثناء النوم. وتم تصنيف صرير الأسنان على أنه اضطراب حركي مرتبط بالنوم، ومن المرجح أن يصيب أولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم المعروف باسم انقطاع النفس النومي. ويعاني طبعا عدد كبير من الأشخاص من مشكلة انقطاع النفس النومي، وتشمل أعراضها الشخير بصوت عال وإحداث ضجيج والاختناق أثناء النوم، وتقلب المزاج أثناء النهار، وصرير الأسنان أثناء النوم في بعض الأحيان. ويمكن أن يؤدي صرير الأسنان الشديد إلى اضطراب في الفك والصداع وتلف الأسنان، وهي المضاعفات اللي تنشأ بعد صرير الأسنان المستمر. نعم أختي آمنة، ومن صرير الأسنان إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل متابعي إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة.
ناخذ جو قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الاخبار المهمه اللي تم وضعها في حسابات الهيئه هي صحه دبي تتجه لاستحداث مركزا عالميا للامراض الجلديه والتجميل في مستشفى فراسد، وذلك بدعم مباشر ورعايه متكامله من مصرف الامارات الاسلامي الذي اعلن عن توليه ايضا دعم مشروع التطوير الشامل لقسم طب الامراض التنفسيه والمختبر التنفسي الرئوي في المستشفى. أيضا من ضمن الأشياء نحن مستمرين في نشر الوعي حول كل ما يتعلق بمرض السكري، بمن نحن يعني يعتبر نوفمبر من الشهور اللي كل الجهات الصحية تدعم وتنشر الوعي حول مرض السكري، ولكن نصيحتنا كانت في العطلة عن مرض السكري وأمراض القلب ومرض السكري وأمراض الكلى وارتباطهم مع بعض، وكيف خصوصا المرضى اللي عندهم الاثنين مع بعض. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في عقد نهاية الأسبوع شاركنا بكل حماس في تحدي دبي للجري، ونحن طبعا هذا كله بالالتزام بالإجراءات الوقائية. أيضا من ضمن الأشياء اللي مثل نسموها مثل ملهمة، كان قصة أحد المصابين بمرض السكري وهو يعني يمارس رياضة وكيف أنه عايش حياته والتحديات اللي مر فيها، وهي أيضا موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا كان نتمنى من الجميع دامنه يومين وبنأجز أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية خلال عطلة اليوم الوطني ويوم الشهيد، ونتمنى منهم يعني الحفاظ مو بس على نفسهم حتى على عيالهم، وخصوصا إذا كان عندهم أحد من كبار المواطنين في البيت واللي راح يزورون أحد من كبار المواطنين، يعني صحتهم أولوية للجميع وأكيد أولوية لهم كذلك. ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بالصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن ضروري جدا الشخص اللي مصاب بداء السكري أن يهتم بنفسه بشكل جيد، لأن في حالة عدم السيطرة على مستويات السكر التراكمي في الجسم ممكن أن يصاب الشخص بمضاعفات داء السكري اللي قد تكون في كثير من الأحيان خطرة على صحة الإنسان. ودائما طبعا الاهتمام بمستويات السكر الطبيعية في الجسم دائما تخلي الإنسان صح أنه مصاب بالسكري ولكن ما عنده مضاعفات داء السكري، مثل ما ذكرت الأخت أسماء اللي هي مرات تكون أمراض القلب، أمراض الكلى، الشرايين، أمراض القدم، ودائما أمراض في العين والشبكية. كل هاي الأشياء تأتي في يعني بسبب عدم الاهتمام بالحالة المرضية بشكل كبير. ومثل ما تعرفون دائما بالنسبة لداء السكري 70% من إدارة الحالة عند الإنسان نفسه و 30% عند الفريق الطبي المعالج. أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسعادة، وبناخذ المستمعين الأعزاء وياكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم اليوم عن مركز الخوانيج لتقييم الحالات الإيجابية لكوفيد 19. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب دائما مستمعين باتصالاتكم على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأما الآن مع فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اختيامنا ومركز الخوانيج لتقييم الحالات الإيجابية لكوفيد 19. طبعا أخوي عبد الله، إلى جانب الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي وفق المستويات الفائقة، تقدم هيئة الصحة أيضا من خلال مركز الخوانيج خدمات طبية تخص الحالات الإيجابية لمرضى كوفيد 19. وللتعرف على نوعية الخدمات الاستثنائية يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة ريان سلطان الملة، أخصائي طب أسرة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. مرحبا دكتورة، صباح الخير. صباح الخير. أهلا أهلا.
دكتورة، ممكن تعرفينا في البداية على باقة الخدمات الطبية اللي وفرها مركز الخوانيج الطبي؟ مرحبا، أهلا وسهلا. طبعا مركز الخوانيج الصحي هو أحد مراكز قطاع الرعاية الأولية في هيئة دبي للصحة. بشكل عام يشتمل على عيادات متخصصة في طب الأسرة، ويقدم خدمات تخصصية للسكر والنساء والحوامل وصحة الطفل، وكذلك الأسنان ورعاية كبار السن والرعاية المنزلية. مع بداية الجائحة واستثنائية الوضع عالميا ومحليا، تم إعادة تأهيل المركز وتخصيص خدماته. طبعا في بداية الجائحة في أواخر فبراير وأول مارس، كان المركز متخصص بخدمات تقييم الحالات المشتبه بها، وحاليا من مدة شهرين تقريبا تم تخصيصه لتقييم الحالات المصابة بفيروس كوفيد المستجد، سواء من مواطنين أو أخوة مقيمين في إمارة دبي. نعم دكتورة، ممكن تقولين لشو نعني بتقييم الحالات الإيجابية لكوفيد 19؟ أيوة، طيب، هو تصنيف للحالات حسب وضعها الصحي وأعراضها وحسب عمرها وتاريخها المرضي، مؤشراتها الحيوية ونتائج التقييم الطبي ونتائج الأشعة والفحوصات المخبرية. طبعا يتم تقسيم الحالات يعني أول بشكل عام إلى فئتين معروفتين، يعني اللي هي الفئة اللي تكون مع أعراض وفئة بدون أعراض، وهي الفئة الأكبر. طبعا الفئة المستهدفة في مركز الخوانيج هي الفئة اللي تم تأكيد إصابتها بالفيروس واللي تعاني من أعراض من سن 13 سنة فما فوق. دورنا في المركز هو ضمان حصول المريض على الرعاية الطبية الملائمة لحالته في الوقت المناسب. بمعنى هل وضع المريض مثلا يسمح باستمرارية العزل المنزلي، أو ظروفه ما تسمح، بيئته غير مهيئة للعزل فيتم توجيهه لمراكز العزل، أو مثلا المريض يحتاج لدخول المستشفى، هل هذا الدخول راح يكون طارئ أو مثلا يحتاج لعناية مكثفة، أو فقط يعني كالغالبية العظمى لملاحظة طبية فقط لا أكثر. طبعا هنحاول نحرص على تقديم الدعم النفسي لكل مرضانا، ونحرص على تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والمستشفيات بعدد توجيه المرضى بشكل عام. نعم دكتورة ريان، أيضا يعني أنت ذكرتي من خلال حديثك أن مركز الخوانيج يعتبر من المراكز الحقيقة المتكاملة، يعني تابع للرعاية الصحية الأولية، وذكرت هناك خدمات يعني متميزة ومتخصصة في مجالات مختلفة. لو نتكلم دكتورة عن الخدمات اللي يوفرها مركز الخوانيج بالأخص للحالات الإيجابية لكوفيد 19. طيب، هو طبعا الخدمات اللي أنا ذكرتها في السابق هي الخدمات اللي كانت المعتادة في الأوقات الاعتيادية. صحيح. طبعا احنا في وضع استثنائي والخدمات كلها تم تخصيصها وتغييرها. نعم. حاليا الخدمات في المركز تنقسم يعني بشكل عام هي خدمات تقييم لحالات الكوفيد الإيجابية. صحيح. لكن هذا ما يمنع احنا في المقابل مثلا نقدم بعض الخدمات العلاجية، مثلا لا سمح الله بعض الحالات الموجبة تتزامن إصابتها مع مثلا إصابة مثلا في اليد محتاجين تغيير ضمادات، أو مثلا حرق، أو بعض الخدمات العلاجية مثلا صداع الشقيقة، فوقتها ممكن مثلا نقدم لهم مسكنات الألم وغيرها من العلاج اللحظي. صحيح. طبعا الخدمة الأساسية المقدمة هي خدمة تقييم الحالات. يتم تقييم الحالات وتصنيفها إلى حالات خفيفة، متوسطة، فوق المتوسطة، خطيرة أو حرجة وإلى آخره. طبعا يعني مثلا المريض وقت حضور المريض الوقت حضور المريض لموعده، إبراز النتيجة وهويته، يتم فحص مثلا مؤشراته الحيوية، معدل تنفسه، مستوى الأكسجين في الدم، ضغط، معدل الضغط، أخذ تاريخه المرضي، يعني الأمراض اللي يعاني منها المريض، الضغط، السكر، هل يعاني من السمنة، هل عنده مثلا تاريخ مرض الجلطات والأدوية الحالية، عمر المريض. طبعا عقبها يتم عمل أشعة للصدر وفحوصات دم مخبرية. في بعد هالمرحلة يتم تقييم الحالة وتصنيفها من قبل الأطباء في المركز، وبعدها يتم التواصل مع الأقسام المختلفة وتحويل المريض للقسم المختص اللي حسب تصنيف حالته. صحيح. مثلا بعض المرضى احنا عندنا يعني المرضى العزل المنزلي، هيئة قطاع الرعاية الأولية يوفر خدمة اللي هي الرعاية الهاتفية المنزلية. الأخوة الأطباء مشكورين في المراكز الأخرى، يتواصلون بشكل يومي حسب حالة المريض أو كل ثلاثة أيام مع المريض للإطمئنان على صحته. يعني مثلا اللي يسكن في الطوار يتواصلون معه أطباء مركز الطوار الصحي وبهالطريقة. صحيح. أما بخصوص المرضى اللي محتاجين عزل أو مستشفيات،
يتم التواصل مع الجهات المختصة وتوجيه الحالات حسب تصنيفها لمرافق هيئة الصحة المختصة. صحيح. طبعا دكتورة أكيد يعني أنت ذكرتي بأن بعد ما يتم تصنيف الحالات يتم توجيهها كلا على حسب يعني وضعه وتشخيص الحالة ومدى يعني مستوى الحالة المرضية لكل شخص. واليوم تعرفين دكتورة بأن نحن في هيئة الصحة بدبي هناك الكثير من الخدمات أيضا الذكية اللي تم تطبيقها واللي يتم يعني الاستفادة منها في هاي الظروف، مثلا طبيب لكل مواطن، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا الخدمات اللي ذكرتها اللي هو الاتصال الدائم أو اليومي قد يكون يعني من الرعاية الصحية الأولية إلى المرضى للإطمئنان على صحتهم بشكل عام إذا كان هناك أي شيء يحتاجونه إضافي أنه يتم تقديمه لهم. نعم صحيح صحيح. نعم نعم دكتورة، طبعا قبل ما نختم معك نبي نعرف شو هي الاحتياطات والتدابير الوقائية اللي يوفرها المركز في هذا الخصوص. طبعا تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات، من أهمها هو تفعيل نظام المواعيد وتقسيم مرافق العيادة بحيث أن رحلة المتعامل تكون منظمة وسلسة وسريعة قدر الإمكان. طبعا تم تخصيص سيارات الإسعاف بشكل دائم للحال في المركز للحالات الطارئة لا سمح الله، وطبعا لا يسمح بدخول أي حالة غير إيجابية للمركز. طبعا صحة وسلامة الموظفين من أهم أولوياتنا، والجميع بلا استثناء ملتزم بالتدابير الوقائية وإجراءات السلامة. التعقيم يتم بشكل شامل ودوري لجميع مرافق المركز يعني عدة مرات في اليوم وفق جدول زمني محدد مسبقا. يعني والله هم لك الحمد، يعني نسبة الإصابة شبه معدومة ما بين الستاف والحمد لله الأمور كلها طيبة تبارك الرحمن. الحمد لله. طبعا دكتورة صوتك يطمننا وجهودكم المبذولة مشكورين عليها وعلى كل الخدمات اللي توفرونها في هذه الجائحة. ودكتورة نصيحة أخيرة منك تقدمينها للمستمعين في دبي، مش تقولي لهم بخصوص يعني التدابير الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا؟ شوفي بالصراحة بشكل عام اللهم لك الحمد من نسبة الوعي جدا عالية ما بين أفراد المجتمع، وهذا الشيء نلتمسناه حتى في البيت الواحد. يعني تلقينا الشخص مصاب لكن مثلا ما حد منها لمصاب لأنه ما شاء الله ملتزم باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية. المرافق العامة الكل يستخدمها تبارك الرحمن لكن بحرص، وفعلا هذه الإجراءات الوقائية اللي هم يأخذونها فارقة كثير، وإحنا نلتمس هالشيء. نعم. في أطباء يعني موجودين في القطاع. نعم. نعم دكتورة ريان سلطان أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي، شكرا لوقتك وشكرا لهذه المعلومات اللي قدمتي لنا إياها اليوم بخصوص مركز الخوانيج الصحي. شكرا لك. حياكم الله يحفظكم. اختيامنا عيال قبل لناخذ الفاصل بتاخذين مصطلحنا الطبي لهذا اليوم. نعم اليوم عندنا اضطرابات كثيرة في الحلقة ومنها اليوم مصطلحنا الطبي يقول الاضطراب ثنائي القطب، وكان يعرف في السابق خوي عبدالله الاضطراب ثنائي القطب باسم الاكتئاب الهوسي. نعم. وهو عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات واللي هي الهوس أو الهوس الخفيف والانخفاضات العاطفية مثل الاكتئاب. وعندما يصاب الشخص طبعا بالاكتئاب ربما يشعر بالحزن أو اليأس وفقدان الاهتمام أو الاستمتاع بمعظم الأنشطة، وعند تحول حالته المزاجية إلى الهوس أو الهوس الخفيف يعني الأقل حدة من الهوس ربما يشعر بالابتهاج أو الامتلاء بالطاقة أو سرعة الغضب على نحو غير معتاد. ومن الممكن أن تؤثر التقلبات المزاجية المذكورة على النوم والطاقة والنشاط والقدرة على اتخاذ القرارات والسلوك والقدرة أيضا على التفكير بوضوح. نعم اختيامنا طبعا من عقب مصطلحنا الطبي فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن طرق الشواء الصحية. طبعا مثل ما تعرفين الحين موسم الطلعات موسم البرد، فمستمعينا الأعزاء خلكم ويانا وبتسمعون اليوم عن طرق الشواء الصحية اللي بيشوي شو هي الطرق الصحيحة بعد الفاصل إن شاء الله. خلكم معنا دايما مع الصحة والسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة
مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بمشاركتكم أيضا وتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء، فقرة التغذية أختي آمن اليوم، فقرتنا اليوم الصراحة فقرة جدا مهمة، بما أن طبعا الإجازة جايتنا، نعم. فقلنا نعرف المستمعين على طرق الشواء الصحية عشان يعني يتجنبون الأضرار اللي ممكن تصيبهم إذا شووا بطريقة غير صحية. وطبعا نعم. الحديث عن هذا الموضوع معانا اليوم الأستاذة سهى نوفل، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير. صباح النور والسرور، أهلا فيك أستاذة سهى. طبعا اليوم نترك لك الحديث عن إجراءات وإرشاداتكم اللي يعني طبعا تقولون حق المستمعين عنها في شأن الشواء وفوائده وطرق تجنب أضراره إن شاء الله تعالى. طبعا زي صباح الخير على كل مستمعينا، زي ما احنا عارفين الآن احنا بموسم الجو الجميل، الناس تطلع على البر، بتروح الحدائق، وتقريبا اغلب الناس طبقها المفضل في هاي الاجواء هو الشواء على الفحم تحديدا. احنا راح نحكي عن الشواء على الفحم. طبعا معروف انه الشواء من الطرق الصحيه لتناول الاكل الصحي، لكن عندنا احنا بعض الملاحظات البسيطه اللي بنحب نضيفها لمستمعينا عن الشواء على الفحم تحديدا لتجنب الاضرار اللي ممكن يتسبب فيها هذا الشواء. فبدنا نجمع ما بين غذاء صحي وبنفس الوقت يكون طعم لذيذ ومستمتعين فيه بطريقه صحيه. عندنا الشواء على الفحم زي ما الكل بيعرف، الفحم لما أنت بتحط عليه اللحوم بصير يطلع عندنا الدخان الأسود، فعشان إحنا نتجنب هذا الدخان اللي في كثير من الدراسات بتحكي إنه قد يسبب بعض الأنواع السرطانات، خلينا إحنا نتجنب حدوث مثل هذا الدخان بشكل كبير. من أهم المعايير اللي أنا لازم أحطها في بالي لما أجي أعمل الشواء في الحدائق والسطر أو حتى في بعض الناس عندها في المنازل، أولاً لازم نتأكد هل هذا الفحم فعلاً كله كامل الاشتعال، اشتعل بشكل كامل وصل لدرجة الإحمرار. بعدين أجي لما أحط اللحم أتجنب اللحوم اللي فيها كمية كبيرة من الدهون، لأن الدهون هاي بتصير فيما بعد مع الحرارة العالية تتساقط على الفحم، ترجع بتطلع كمان مرة من هذا الدخان. الدخان هذا المواد اللي في هذا الدخان بتتأكسد عندنا مع البروتين اللي موجود في اللحوم، وممكن تعمل لي بعض النواتج الضارة فيما بعد على الجسم مع تراكماتها على المدى البعيد. فأنا خليني أكون حريص إني أتجنب اللحوم اللي فيها الدسم، اللي فيها الدهون، في ناس تسميها هلية، لا خليها تكون هاي اللحوم ما فيها هذا الشيء، الدجاج ما فيه الفل، بحيث ما ينزل هاي الدهون على الفحم ويطلع منه الدخان الأسود. نعم. حاليا في الأسواق عندنا صارت في اللي يسموها الطبقات، الشوايات اللي فيها طبقات، فأنا ممكن على الطبقة اللي بعد الفحم أحط مجموعة من الخضار وبعدين أحط عندي طبقة اللحوم، بيصير عندي طبقة عاجلة من الخضار. على الأقل أنا بضيف أولا الخضار عندي في الشوي، فأنا أضفت فائدة أخرى، بأخذ منها فيتامينات، بأخذ منها ألياف اللي هي طبقة الخضار، وتناولت خضار مع طبقة المشاوي. الشغلة الثانية أن الخضار ما بتحتوي على كمية بروتين عالية بحيث أخاف أنها تتأكسد من الدخان اللي ممكن يطلع فيما بعد، فأنا أخذت خضار كانت صحية، عملت طبقة عازلة قليلا عن اللحم ما يتساقط عليه مباشرة على الفحم، وبنفس الوقت أضافت في نكهة حتى مع الخضار نفسها. أنا جمعت ما بين أكل صحي لحوم مشوية وبنفس الوقت الخضار أضفتها على طبقي. طبعا أكون حريص جدا حتى لو خضار ما أتناول الجزء اللي بيكون اتفحم أو صار فيه طبقة من السواد، بسكي هذا الجزء وبتناول باقي الخضار بالشكل المعتاد. نعم. في أمور ممكن تساعد أو تسرع في استواء اللحوم، بس لو سمحتي أستاذة سهى ممكن إذا كنتي تكلمين من السماعة تشلينها لأن في صدف صوتك شوي. لا والله بتكلم. أوكي إن شاء الله سبحاول أوضح قدر المستطاع. أوكي أوكي. هلأ اللحوم إذا أنا بدي أسرع في استوائها،
المفروض يعني في بعض القواعد، اولا تقطيع اللحوم بشكل اصغر، ما اخلي قطع اللحوم كبيره جدا، لما انا بصغر حجمها فبالتالي تستوي بشكل اسرع. وقبل ما احطها اكون تبلها بالبهار، بالليمون، بالخل، بالزنجبيل، هذه الاشياء بالاضافه انها بتضيف نكهه ايضا بتسرع في عمليه استواء اللحوم، فما بتاخذ عندي فتره اطول وهي معرضه للنار حتى تستوي. هذه بعض الاشياء اللي لازم نحطها بعين الاعتبار قبل ما نعد اللحم، بحيث انها تكون قبل بساعه على الاقل متبله بهاي الاشياء مما يسرع في عمليه استوائها. نعم استاذه سهى، لو تعطينا نصيحه اخيره تقدمينها للمستمعين وهذا لضيق الوقت طبعا. إن شاء الله تعالى النصيحة اللي هي استمتع بوقتك، استمتع بأكلك بطريقة صحية، بطريقة مغذية. نعم. خذ اللي أنت بتحبه باتباع التعليمات الصحية، أضيف الخضار والفواكه معك على طبقات، وإن شاء الله نتمنى السلامة والصحة للجميع والاستمتاع بهاي الأجواء الجميلة. نعم شكرا لك أستاذة سهى على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها للمستمعين اليوم، وخاصة مع فترة الإجازة القادمة. شكرا لك أستاذة سهى. شكرا للجميع، اهلا وسهلا. صراحه اليوم اختيام نتعلمنا نحن شيء جميل جدا، ان حتى نحن نطلع البر ونطلع الاماكن لابد ان ناخذ بعين الاعتبار موضوع الشوي الصحي. فدائما نتمنى يعني للجميع انهم تستمتعون بوقتكم وايضا تستمتعون باكل صحي. نعم طبعا اخوي عبد الله، المعلومات اللي قدمتها الاستاذه سهى معلومات يعني ممكن الكثير يجهلها. صحيح. فنتمنى اللي يستمعوا اليوم لنا انهم ياخذون هاي النصائح بعين الاعتبار اثناء الشواء. صحيح. ناخذ معك اختي امن عيال فقره صحه الطفل اليوم، وتحت عنوان انيميا ونقص الحديد عند الاطفال. نعم طبعا من بين المشكلات الصحية اللي تهدد سلامة الأطفال تأتي مشكلة الأنيميا الناتجة عن نقص عنصر الحديد، واللي حدثنا عنها وعن مخاطرها طبعا اليوم الدكتور صبحي السيد، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال العام في مستشفى دبي. معانا اليوم الدكتور صبحي. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلين فيك دكتور. طبعا اليوم موضوعنا جدا مهم دكتور، واللي هو نقص الحديد عند الأطفال. ممكن تحدثنا في البداية عن أسباب نقص الحديد؟ الحقيقة أسباب نقص الحديد كثيرة ومتعددة وتعتمد على عمر الأطفال. لو بدأنا من الأطفال المولدين حديثا، الأطفال الخدج عرضة كثير قوي أن يجي لهم نقص الحديد أكثر من الأطفال العاديين. الأطفال الرضاعة بتاعتهم طبيعية لحد 6 شهور بيكونوا مؤمنين من كمية الحديد، ولكن بعد كده بيحتاجوا إضافة عنصر الحديد. الأطفال في بعض العادات الغذائية بيشربوا كمية كتيرة جدا من الحليب، يمكن أكثر من 700 ملي في اليوم، ده بيعرضهم برضو لنقص الحديد. الأطفال اللي عندهم مشكلات صحية مثل سوء الهضم وسوء الامتصاص والنزيف المزمن، ده بيعرضهم برضو لنقص الحديد. الأطفال اللي ما بياكلوش كمية كافية من الأغذية اللي فيها كمية كويسة من الحديد برضو العرضة أكثر. الأطفال المصابين بالسمنة، الأطفال المصابين يعني مشكلة الأكل السريع والسندوتشات الجاهزة والأطعمة السريعة اللي بيحكوا عنها، كل هذه الأشياء بتعرض الأطفال لخطر نقص الحديد وبالتالي حدوث أنيميا نتيجة نقص الحديد. نعم دكتور، ممكن تعرفنا طبعا على مدى انتشار نقص الحديد في الإمارات؟ كان في بعض الدراسات اللي اتعملت ممكن نقسم الأمور إلى قسمين. في كم انتشار نقص الحديد، بمعنى أنه لو خدنا 100 طفل في الإمارات وعملنا إحصائية عليهم نشوف كمية الحديد نقص عند 100، هنلاقي تقريبا 40% منهم عندهم نقص في الحديد. نعم. من الأطفال دول تقريبا نصهم عنده أنيميا ونصهم ما عنده أنيميا، يعني نقص الحديد في المراحل الأولى يكون بدون أنيميا، في المراحل الثانية يكون عنده أنيميا. فنقول إجمالا تقريبا 40% من الأطفال في الإمارات عندهم نقص الحديد، منهم 20 عندهم أنيميا و20 ما عندهم أنيميا. نعم طبعا دكتور، بعد ما قلت لنا ان نسبه انتشار هذه الانيميا لدينا في الامارات، كيف انا كأم اعرف ان طفلي مثلا مصاب بهذا النوع من الانيميا؟ طيب
الشيء الأولاني أن أنا لازم يبقى عندي انتباه شوية للأطفال اللي قلت لحضرتك عليهم اللي هم معرضين أكثر للأنيميا. لو الطفل يعني ابني أو بنتي عنده بعض المشاكل الصحية اللي تنبئ بحدوث الأنيميا، يبقى أنا في أثناء مراحل التطعيم العادية يوم بروح للدكتور عند سن شهرين وأربعة وستة وتسعة بخلي الدكتور يشوفه ويطلب تحليل دم لو الدكتور شاف ان الطفل اللي عنده اعراض نقص الحديد. طيب لو الطفل سليم معافى ما عنديش اي مشاكل مش متوقع ان هو عنده نقص الحديد، يبقى النصائح الطبيه بتنصح بان كل الاطفال على الاقل سن 9 شهور يتعمل لهم فحص دم نشوف نسبه الهيموجلوبين عندهم قد ايه ونشوف هل عندهم نقص الحديد ولا لا. ادمانا لو كل الامور طيبه الطفل طبيعي وما عنده أي عوامل خطورة لحد 6 أشهر ما متوقعين أبدا أي مشاكل. نعم. نبدأ في الفطام بعد 6 أشهر لحد 9 شهور ممكن نعمل له فحص روتيني نطمن ما عنده أي مشاكل. نعم. وطبعا دكتور ممكن أيضا تحدثنا عن إذا كان هذا الطفل مثل ما قلت مصاب بالأنيميا أو نقص الحديد، شو هي المشاكل اللي ممكن تحدث له في المستقبل؟ طيب بداية ممكن ناخد بعض الأعراض السريعة كده عن نقص الحديد في الأطفال، يعني إمتى أشك إن ابني عنده نقص الحديد عشان ما يحصلوش مشاكل بعد كده. أول شيء بيبقى فيه تغير في لون الوجه، يعني بحس إن الطفل شاحب شوية لونه، يعني عنده شحوب. ثانيا عنده فقدان للشهية بشكل يعني الطفل ما بياكلش، يعني عموما يقعد طول النهار كده ياكل حاجات بسيطة، الحاجات اللي حضرتك عارفاها اللي احنا دايما لا ننصح بيها، شوكولاتات وشيبسيات والحاجات وكلام من ده، وما ياكلش اكل اللي هو يعني مغذي زي ما بيقول. بعد كده الطفل بيظهر عليه اعراض عام للضعف العام، حاسس بدوخه، صداع بشكل متكرر، التهابات متكرره فيروسيه. المشكله الكبيره اللي احنا بنقلق منها لو الطفل جاله نقص الحديد في السن الصغيره اثناء نمو الدماغ في اول سنتين 90% من المخ ينمو في اول سنتين من عمره. لو الطفل كان عنده نقص الحديد في الفتره ديت ممكن يحصل له نوع من التاخر في النمو العقلي او تاخر في معدل الذكاء بحيث ان هو ذكائه يبقى اقل من اقرانه في الصف وعموما في المدرسه. يعني دكتور صبحي من فضلك إذا شوي بس تبتعد عن إذا كانت هناك عندك أي أجهزة لأن مسوي شوي صدى في الصوت. تفضل دكتور. الأعراض اللي احنا بنتكلم عنها أعراض عامة اللي هو تغير في لون الوجه، شحوب، فقدان الشهية، بعض الأحيان يبقى في ضربات القلب السريعة شوية، إحساس بالدوخة، صداع زي ما قلت لحضرتك. بعض الأطفال بيجيلهم التهابات متكررة فيروسية نتيجة تأثر الجهاز المناعي نتيجة نقص في الحديد. الحاجة الكبيرة جدا اللي احنا بنقلق منها ان هو النمو العقلي للطفل يحصل فيه نوع من التأثير وبالتالي معدل ذكائه، معدل تقدمه في المدرسة، معدل تحصيله الدراسي وبالتالي مستقبل الطفل يعني كله ممكن يبقى على المحك ومستوى التعليم يكون قليل شوية. صحيح. دكتور صبحي طبعا أنت قلت أن هناك يعني كثير من المشاكل ممكن أن يصاب الطفل فيها في حالة يعني إذا ما تم اكتشاف المرض هذا من البداية على أساس أنه يؤخذ بالاعتبار يعني الوقاية. فلو نتحدث معك دكتور عن كيف يتم علاج نقص الحديد لدى الأطفال. طيب علاج نقص الحديد عندنا يعني حاجتين مهمين جدا جدا. الشيء الأولاني أن أنا أعوض الطفل عن نقص الحديد. نعم. وأبنيله المخزون اللي عنده في الجسم من الحديد، هذا واحد. صحيح. الشيء الثاني ان انا ادور على السبب وعالجه، لانه انا حتى لو اعطيت الطفل علاج شهر 2 3 هيتحسن، طيب وقفت العلاج شهر 2 3 هيجيله نفس الاعراض ونفس المشكله ثاني. فلو بدانا بالعلاج، العلاج بنعطي الطفل كميه معينه من الحديد في صوره شراب او كبسولات لو هو كبير شويه، ولازم في الحاله دي اديله 3 شهور حديد
حتى لو بعد أسبوعين ثلاثة الهيموجلوبين بتاعه بقى طبيعي، لازم أعمل له بناء لمخزون الحديد اللي عنده في الجسم. فأقل شيء 3 شهور من العلاج من الحديد. في بعض الأدوية بنعطيها مع الحديد، بنعطي له فيتامين سي وبنعطي له حامض الفوليك بحيث يحسن من تكوين الدم في هذه المرحلة. بعد 3 شهور بتأكد تماما من مستوى الحديد في الدم إن هو كويس، بتأكد من مستوى الهيموجلوبين إن هو كويس. الجانب الثاني من العلاج إن أنا بشيل السبب، يعني لو عندي مثلا عادات غذائية معينة ينقصها الحديد في الأكل، بعدل بعد مع الأم، أخصائي التغذية بتجلس مع الأم بتفهمها إن إحنا عندنا أكلات معينة فيها كمية كتيرة من الحديد، وبالتالي لازم الطفل يأكل من الأكلات دي كمية معقولة بحيث ما يجروش تاني نقص الحديد. هذا واحد. الشيء الثاني، لو الطفل عنده مثلا نزيف في القناة الهضمية بصورة مستمرة، يعني مثلا عنده في الأمعاء سوء امتصاص أو عنده التهاب في الأمعاء بيعرضه إلى نزيف مزمن، في الحالة دي لازم أعالج المرض الأساسي بحيث أوقف السبب في نقص الحديد. صحيح. بعض الأطفال بديهم علاج وقائي من الحديد، يعني الأطفال اللي هما بيرضعوا طبيعي عند سن 6 شهور بنعطيهم كمية بسيطة من الحديد بحيث ما يجيلهمش بعد كده أنيميا نقص الحديد. نعم دكتور، طبعا الجانب التثقيفي أتوقع مهم جدا لدى الأم ولدى الأسرة، بأن يعني يلاحظون إذا كانت هناك بعض الأعراض على الطفل على أساس أنه يتم علاجه مثل ما ذكرت أنت الدكتور في الوقت الصحيح، لأن متى ما تم يعني مثلا معرفة المرض ومعرفة الأعراض وبدء العلاج في الوقت الصحيح، فنتائج العلاج تكون أيضا يعني بشكل أفضل إذا تم يعني تأخير العلاج للطفل دكتور. بالتأكيد أنا حضرتك تماما. الحقيقة نقص الحديد في الأطفال والأنيميا من الأمراض اللي هي بتشفى تماما 100% الحمد لله، يعني ودي من الأمراض اللي نسبيا علاجها بسيط وسهل وميسور ومتوفر، بس احنا دايما بنخشى من أول سنتين زي ما قلت لحضرتك، لأن النمو العقلي للأطفال في أول سنتين 90% بيحدث في أول سنتين. صحيح. فدايما نبقى حذرين في أول سنتين إنه ما يحصلش نقص الحديد عشان ما يأثرش على مستقبل الطفل. بعد السنتين لو حصل أنيميا بيتم علاجها وما متوقعين أي مشاكل طول العمر إن شاء الله يعني. صحيح. العلاج بسيط وميسور ولكن على قدر الإمكان. لو أنا عنده طفل عنده عامل خطورة يبقى في الحالة دي بتابع مع أحد الأطباء، أو في الزيارات الروتينية اللي احنا بندي فيها تطعيمات للأطفال بخلي الدكتور يبص على الطفل ويطمني أو يعمل له فحص لو مطلوب. صحيح. وأيضا دكتور اليوم طبعا مع التقنيات الحديثة والتطور في مجال الطب هناك دائما فحوصات، واليوم أيضا دكتور هناك في فحوصات يتم عملها للجنين وهو في بطن أمه، وطبعا هيئة الصحة بدبي لديها الكثير من البرامج أو العلاجات خاصة للأطفال من بعد الولادة، فأكيد يعني إذا تم اكتشاف أن طفل مصاب بالأنيميا يتم علاجه من البداية على أساس مثل ما ذكر دكتورنا ما يوصل الطفل إلى بعض المشاكل ممكن تأثر حتى على نمو العقل أو يأثر عليه مستقبلا. نعم، بس أضيف شيء بالنسبة للأم الحامل. تفضل دكتور. حضرتك تسمح لي في دقيقتين، أنه من البرامج العناية بالأم الحامل دايما أن احنا بنشوف نسبة الهيموجلوبين عند الأم كويسة ولا فيها مشاكل أو عندها نقص في الحديد، لأنه لو الأم عندها أنيميا نقص الحديد الطفل معرض أكثر أن يجيله أنيميا نقص الحديد. زي ما قلت لحضرتك قبل كده أنه الطفل الطبيعي لحد سن 6 شهور ما متوقعين مشكلة عنده. صحيح. ولكن لو الأم عندها أنيميا وما خدتش علاج أثناء الحمل الطفل ممكن يجيله نقص في الحديد بدري، يمكن عند 2 أو 3 شهور. فكل برامج العناية بالأمهات أثناء الحمل بتشمل فحص دم للأم، ولو عندها نقص في الحديد بتاخد علاج بحيث ما يطلعش في الطفل نقص في الحديد في الفترة الأولى من حياته. صحيح دكتور. طبعا احنا تكلمنا كثير عن المشاكل المرض هذا وكيف يأثر على الطفل، ممكن يأثر على النمو وممكن يأثر أيضا على الدماغ. دكتور هل بالإمكان أن يعني نمنع حدوث نقص الحديد للأطفال؟ هو الأساس في منع الأنيميا نتيجة نقص الحديد هو أنا دايما أحط في أكل الطفل المواد اللي تحتوي على كمية من الحديد.
دي مواد متوفرة وعادية جدا وبسيطة وميسورة وموجودة في كل بيت. فإذا سمحت لي حقول لحضرتك كده بعض من مصادر الحديد اللي موجودة في الأكلات، بحيث دايما كل أم تركز أنه يبقى فيه جزء من هذه الأكلات في غذاء الطفل. أكتر شيء موجود فيه كمية من الحديد هو اللحوم الحمراء والكبد، كبد الحيوانات. هذه أكتر شيء مخزون ضخم جدا من الحديد، فيها كمية حديد ممتازة جدا جدا، وبالتالي دايما ننصح بأن الطفل يبقى عنده جزء أساسي من وجبته دايما يحتوي على هذا الشيء. الشيء الثاني اللي فيه كمية معقولة من الحديد البقول، يعني الفاصوليا واللوبيا والحمص والعدس، فيها كمية معقولة جدا من الحديد، وبالتالي دايما نحطها في الأكل. برضو الشوفان من الحاجات الكويسة جدا اللي فيها. الخضروات الورقية، السبانخ بالذات فيها كمية معقولة من الحديد. الفواكه المجففة زي الزبيب والتين والبرقوق والأراسيا، هذه الأشياء مليانة حديد وفي كمية كويسة جدا. برضو من الناس اللي هم بيحبوا الأكل يعني الأسماك وكده، المحار من المصادر الممتازة جدا بالنسبة للحديد برضو. صحيح. فإحنا إذا خدنا من الأكلات دي أكلة واحدة بس بحيث تبقى موجودة كل يوم في النظام الغذائي للطفل، هنضمن أنه ما يحصلوش مشكلة. نعم. الدكتور صبحي السيد قطب، استشاري طب الأطفال وأيضا رئيس قسم طب الأطفال العام بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتور على وقتك، وشكرا جزيلا أيضا لفريق العمل معك على يعني تقديمكم دائما لخدمات مميزة للأطفال. شكرا دكتور. عفوا عفوا أخي الكريم، سعيد. اختيامنا خلصنا اليوم. نعم، حلقتنا اليوم كانت طبعا متميزة أخوي عبد الله، وفي ختام هذه الحلقة نذكر أعزائي المستمعين دائما بضرورة لبس الكمامة للوقاية من COVID-19. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة من إذاعة نور دبي نشكر الأستاذة إسراء الهاشمي ومخرجنا المبدع والمتميز نمر محمد. ودمتم أعزائي المستمعين بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.